السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ شهيوات الفاسية. اليوم غادي نحضروا مسمن بلاستيج بالكفته. غادي درت هنايا جوج بصلات متوسطات مشردة، ودرت ملح وقليل من الزبدة. غندير زيت الزيتون، وغادي نشحر البصله ديالي، عاد نزيد لها العطرية والكفته والشعرية. درتها كتسلق باش ما نطولش عليكم. صافي، درت غادي نشحر البصل ديالي، من بعد عاد نبدا نزيد لها العطريه ونزيد الكفته. الكفته غادي نديرها هكا هكا، ما غنديرلهاش العطريه، هي غندير العطريه في المقلاه يعني مع البصله. غادي ندير معها دابا معلقه د لاموطارد. صافي، وبالنسبه للهريسه والحلوه والحاره حتى نضيف الكفته عاد نديرها باش البصله ما تاخذليش داك اللون من الاول احمر. صافي، دابا غنديرها قشحر ونرجعوا باش نكملوا باقي المقادير. البصله نزلت شويه، انا جبتها هنايا حداكم حيت عندي البوطه عامره، داكشي علاش جبت باش نوريكم. دابا درت الهريسه الحلوه والحاره بحال اللي قلتلكم. غندير المعدنوس، ندير شويه ديال الملحه، مازال غنديرو الفرماج ديال الطرف، وغنديرو الحمر، شويه بابري ديال الكركم، غندير التوابل، عفوا التوابل ديال اللحم، صبور يابس شويه، فلفل اسود، شويه ديال الثوم، نزيد زيت الزيتون لان الاخرى تشحرات، غناخذ الحارك هذا مزيان العطريه ديالي. صافي، وغنضيف لها مقدار ديال الكفته اللي غادي نخدم به. انا هذا مازال غنحتاجو لحاجه اخرى. صافي، شويه صافي، دابا غادي نردها على النار باش تشحر مزيان، ومن بعد غادي نضيف لها الجبن المثلث والشعريه الصينيه. دابا تسلقات، انا غادي نقطرها ونقطعها ونجهزها باش نضيفها على الخليط ديالنا بعد ما يقرب يبدل. ضفت دابا الشعريه، انا قلبتها هنا حيت ما تساعدليش، درت الدوبل ديال القياس الدوبل، درت جبن موتزاريلا هذه الصفراء محكوكه، ودرت 4 ديال الطراف جبن مثلث. ودابا غادي نشحرها فوق النار وندوزو باش نديرو العجين ديالنا. صافي، غنديرها باش تخلط وتشحر مزيان، وتشوفوا نشوفوا الملحه ديالها واش هي هذيك. صافي، وندوزو ان شاء الله باش نبداو العجين ديالنا. دابا غادي نعجنوا العجين ديالنا. انا خد درت هنا 600 غرام حيت عندي القوام زايد، انا البيض صغير فدرت جوج بيضات ودرت 600 غرام عوض 500. غندير الملح، غناخد البيض هذا ديالي غنديرو في سلافة، ونطربو عاد نخويه في الوسط ونجمع بيه العجين ديالي، نرملو من بعد عاد نضيف الما شوية بشوية كنجمعها. نضيف ملعقة عامرة ديال الخل وشويه يعني ملعقه ونص. صافي، وناخذ هذا البيضه اللي طربت ونديرها في الوسط، ونعمل العجينه ديالي بالدقيق
نغمل هاد البيضة معاه مزيان. تغمل متبقاش كتبان. صافي دابا غنبدا نضيف الماء دافي اولا الماء بارد اللي بغيتو، يعني الا كان الحال سخون ديرو غير الماء بارد. انا شويه اليوم ما كاينش الشمس بزاف. صافي غندير الماء وغادي نبقى نجمع العجينه ديالي. صافي ما غاديش مازال معليش مازال نزيد الماء. صافي غنجمع غير بهذا الدقيق ونتلاقاو باش نجمع. فاش نجمع هاي دي العجينه ديالي تجمعات، نتوما كتشوفوا مقاسها مخفيفه ما بين وبين. عندي القليل من الدقيق باش ما تبقاش كتلصق لي الاخير. صافي غادي نغطيها ونخليها ترتاح واحد شويه ماشي بزاف، واحد ربع ساعة ولا باش نبدا نكورها. ترتاح ونرجعوا باش نبداو نطلقوا مسمن بريستيج بالكفته ديالنا هذا اليوم. العجينه ارتاحت، دابا غادي نكوروها. هنا يدينا بالزيت ناخذو، انا ما كنديرهمش كبارين هذا المقدار هذا بحال هكا. مزيان دهنوا مزيان يديكم بالزيت باش ما تتلصقش ليكم، كتخرج مقاده. ما تخافوش واخا ديروا الزيت ما تخافوش، حيت غتطلقوها مازال بالزيت والزبده. انا غنكملها ونرجعوا باش نعمروها بالحشو. دابا غادي نبداو نطلقوا العجين بريستيج ديالنا. نطلقوها حتى ترقاق حنا كنورقو. ثم كتورقوا بحال دايما كيما كنديروا العجين المورق. صافي دابا غادي ندهنوها بالزبدة نورقوها وغادي نطويوها بحال المسمنة. صافي وناخد وحدة ثانية، كل ما خديت وحدة الاخرى كننزلها في بلاصتها. صافي دابا غادي نحمز هذا باش كنخوي البلاصه. غادي نطلق وحده ثانيه ونكمل ونطلقها باش نبدا نعمرو. نتاكد هنا بحال هكذا وغادي تستمروا بحال الطريقه اللي وريتكم الاولى. واخا تقبلكم شويه ماشي مشكل، حيت راها
العجينه مع كنرققوها ضروري نتقوا، ولكن منين غادي نجمعوها مربعه ما غاديش تبقى. صافي بحال هكذا تمام. انا درتها على يد هكا باش يبان لكم كيفاش كنصاوبوها. صافي بحال اللي كنقول المسمن عادي هكذا نتوما هكا. صافي ودابا غادي نكملهم بهاد الطريقة ونرجعو باش نكملو التعليمة. دابا غادي نبداو نطلقو، لكن غادي نضيف واحد الحاجة أنا خليتها حتى لخر عاد بغيت نقولها ليكم. الحشوة ديالنا غادي نقطع فيها الكركاع كيجي زوين مع الكفتة قطع شوية. درت انا 4 ديال النصاص يعني جوج، ما غاديش ندير في المسمن كله، غادي ندير وحدين فقط البعض فقط. غادي نديرهم على شكل سيجار او هلال باش يبقاو مفروقين على الاخرين العاديين. صافي هادوك اللي قلت صافي هما اللي درت باش كيعطيو فقط، باش كيعطيو واحد النسمه مع الفران. ملي كيطيبو في الفران كيطلقو واحد النسمه مع الشعريه كتجي بنينه. صافي دابا غندوزو باش نبداو نطلقو المسمن ديالنا بشويه الاولى على بركه الله. بسم الله دائما كنقول لكم الطول عاد العرض، يعني تعطيو الطول باش كتجيكم الدوره مزيانه. صافي غادي نديرو نشقوها هكا، ناخدو الحشوة ديالنا هادو اللي غادي ندير كيقولكم على شكل هلال. نتوما كتجمعو الجوانب باش متخرجش ليكم الحشوة، وداك الفتحات اللي درنا كنوسعوهم هكا بيدينا باش منين كنحربلو الهلال ديالنا كيجينا مزوق. هانتوما بحال هكذا على هاد الشكل. هذا دابا درتو سيجار وغادي ندير هلال نفس الشكل ولكن كتميلوه بحال هكذا. دابا هادو غنديرهم على شكل سيجار باش كيجيو مفروزين، وغادي نطلق وحده ثانيه. شتيو العجينة ارتاحت كتعطي الطوع دغيا كتطلق. نتوما بغيتو ديروهم عراضين تعطيو العرض والطول بحال اللي درت دابا. هادي غندير هذا دابا هادي هلال باش نوريها لكم. بعد غادي نكمل هاد الحشوة اللي عندي بالكركاع، وغادي نبداو الحشوة الثانية اللي بلاش غنديروهم على شكل متلتين بحال هكا كتحلوهم باش كيجيو باينين. دابا غناخد الحشوة تاني نديرها عادة كندير الفلفلة الملونة قطعة هي بشحرة، اليوم ما درتهاش علاش حيت درت الهريسة اللي حضرت في البيت. انا غنزلها لكم في فيديو باش تشوفوا الطريقة. صافي دابا كيما قلت كتجمعوا الجوانب بحال هكا باش ما كتخرجش لكمش الحشوة. صافي نتوما غادي نتوما كتجمعوا وكتحربلو كتحربلو حتى كتكملوا بحال هكذا. ها هي غتجي بحال هكا. ها نتوما الجوانب كما شفتوا انا غنوريها لكم، ها الجوانب مسدودين لان جمعناهم في الاول. دابا غنديرها هكا بحال شكل الهلال، وغادي نكمل الحشوه ديالي اللي درت بالكركاع كما قلت لكم ونرجعوا باش نبداو الشكل الثاني. درت دابا كملت السنين الاولى غادي ندير هاد الطيب. درت جوج بيضات حيت البيض صغير، شويه ديال الخل وشويه ديال الموطارد، وغندير قليل من الصوجا باش كيعطيها اللون.
صافي شويه. المطال كتعطيها نسمة زوينة ملي كطير في الحران كتحمى. دابا الصينية ديالي ملي حضرت درت هلال ودرت سيكار، مازال الحشوة ما كملتهاش ديال الكركاع. دابا غادي ندهنهم ونديرهم في الفرن وندوزو نكملو اللي باقي. دهنوهم مزيان جوج نوبات دهنو، وعاوتاني عاودو الصينية من النوبة الثانية باش كيجيو محمرين، ونديروها في الفرن ونكملو. مسمن بريستيج معمر بالشعرية الصينية والكفتة، هودا وجد. نتمنى تجربوه الطريقة هذه ديالي، ورافقت معاه الصوجة ولا موطات، وكل واحد كيفاش بغى ياكلو باش ما بغيش يدوزوه. وبالصحة والراحة، ونتمنى تخليولي تعليق وتقولوا كيفاش جاتكم الطريقة ديالي. وبالصحة والراحة.